لا بس زوج راي المرة لا راي لي عرج عليه. يعني مش بيقولوا بليلة الفريق ما بتحب الشريك؟ لأنه بيقول لك الضرة مضرة. التعدد لأنه مباح في الإسلام يعني أول حاجة. هم حلل أصلا أربعة. يعني راي المرة بيزوجوا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي زي سودان في كل مكان. سعداء جدا أن نجدد اللقاء معكم بأسئلتنا الخفيفة والطريفة. ما تنسونا من اللايك والشير وتضغط على علامة الجرس عشان يصلكم كل جديد. لسه متواصلين معكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. عرفينا عن نفسك. منو؟ أنا اسمي آيات الزبير. أهلين يا آيات. آيات إحنا على قناة زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ أوكي. طيب بتتزوجي راجل مرة؟ أبداً. ليه؟ والله ما بتزوج راجل مرة، يعني ما بحب الشريك. يعني مش بيقولوا بليلة الفريق ما بتحب الشريك؟ بليلة الفريق. تمام شكرا لك. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيفك؟ تمام الحمد لله. عرفينا على نفسك. اسمي آفاق بكري. لين يا آفاق. آفاق انت ليلى على قناة زي سودان، قناة على اليوتيوب. عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ اوكي. طيب بتقبلي انك تتزوج راجل مرة؟ نهائي طبعا ما بقبل. سبب شنو مثلا؟ انا ما عايز الحاجة دي عشان كده مثلا. طيب انت ما بتقبلي راجل المرة. تمام. طيب سببك شنو انك ما بتقبلي راجل المرة؟ طيب لانه بيقول لك الضرة مضرة. ما بقبل ان انا اتزوج راجل مرة يعني. طيب اذا انت جيتي الثانية انت اللي حتبقي الضرة، ما هي معناتها؟ لا انا الاولى بس نمبر 1 على قول عشا الجبل. نهاية ما تمام. شكرا لك. يديك العافية. اللي سوف تواصلين معاكم عبر قناة زي سودان. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. عرفينا على نفسك. سحر عبد الله. اهلين يا سحر. سحر احنا الليلة على قناة زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ تمام. بتقبلي راجل المرة؟ بقبل شنو؟ تزوجي راجل المرة؟ ايوه ممكن عادي يعني. طيب لو بقى هو راجلك انت ومش يتزوج برضه بتقبلي؟ ايوه برضه بقبل، ما عنده مشكلة. ليه طيب؟ التعدد لانه مباح في الاسلام يعني اول حاجة. ثاني حاجة يمكن هو يعني احسن من انه يمشي ويعمل علاقات ثانية خارج اطار الزواج وكده. لكن طبعا انت هسه عشان ما متزوجة بتقولي ايوه نعم، لكن انت متأكدة لو اتزوجتي وراجلك ده قال لك انا ماشي اتزوج واحدة ثانية انت بترضي؟ ايوه برضه طوالي ما في مشكلة. تمام شكرا لك. العفو. اهلا مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناه زي سودان في كل مكان. اكيد احنا لسه متواصلين معاكم ومعانا الشاب. اهلا مرحبا بك ربا حماد. مين يا ربا؟ كيفك؟ كويسه ربا. احنا على قناه زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ تمام. بتقبلي براجل المرأة؟ لا يعني ما هو راجل ما متزوج يعني، لكن يمكن القسمة بيناتهم يمكن هو ما مرتاح، يمكن هي وضعه كويس المالي الحاجات دي. حاجة أنا ما برضى لنفسي يعني إنه زوجي ما برضى لنفسي، لأنه بتكون حارة يعني زي ما هو يتزوج فيها ممكن أنا برضو يتزوج يعني. طيب يمكن هو ما لقى عنده حاجات يعني هي هو مرتاح معاها. أيا كان ربنا في النهاية حل الأربع زوجات صح كده؟ طيب انت ليه ما بتقبلي؟ يعني دي حاجه انا يعني كده اصلا ما برضى نفسي يعني في قلبي انا ما بيسمح لي اني اتزوج راجل ما. تمام شكرا لك يا ربا. تمام. مزيد متواصلين عبر قناه زي سودان على يوتيوب. اهلا ومرحبا بك. مرحبا. كيفك؟ تمام بخير الحمد لله. عرفينا عن نفسك. منو؟ سناء محمد رمضان. اهلين يا سناء. سناء احنا الليله على قناه زي سودان على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ تمام. بتقبلي تتزوجي راجل مرة؟ بتقبل. ايوه. ليه؟ وهم محللة اصلا اربعة، يعني راجل مرة بيتزوجوا. محللة اربعة، يعني انت ذاتك لو اتزوجتي ممكن عادي راجلك يمشي يتزوج تقولي ربنا محللة اربعة عادي الموضوع. اي عادي. انت بتقبلها في نفسك؟ انا بقبلها. يعني راجلك ممكن يعرس واحدة واثنين وثلاثة ويخليك انت عادي؟ عادي عادي ممكن. اي تمام شكرا لك.
لسه متواصلين معاكم عبر قناة زي سودان على اليوتيوب. اهلا ومرحبا بك. يا اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. عرفينا على نفسك. منو؟ نسمة عبد العظيم. لين يا نسمة؟ نسمة انت ليلة على قناة زي سودان على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ تمام. بتقبلي تتزوجي راي المرأة؟ لا بتزوج راي المرأة، لا راي اللي يعرض عليه. جبتها من النهاية حصري. ايوه واضحين اهم حاجة عشان من البداية يكون عارف. أيوة. ما حتقبلي انه هو بعد ما يتزوجك يمشي يتزوج واحدة ثانية ولا انت حت؟ ليه؟ طيب الشرع ده ما حل المثنى والثلاث والرباع. الرجال كلهم اللي رايلي حلال عليهم، الا حرام على رايلي صراحه. تمام يا نسمة، شكرا لك. العفو. لسه متواصلين معاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. عرفينا على نفسك. رماز عادل من جامعه الاحفاد. اهلين يا رماز. رماز انت الليله على قناه زي سودان، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ تفضلي. تقبلي انك تتزوجي راجل مره؟ لا طبعا مستحيل. ليه؟ هو راجل المرأة أول شيء عنده مرته وعنده أولاده، أنا ليه أجي أخرب عليهم يعني وأتزوجهم؟ ما هو التعدد والشرع حل الأربع وكل الحياة. والله أنا ما برضى لنفسي، إذا أنتم بترضوا أنا ما برضى غايته، فما حوافق أبدا. إذا أنت زوجتي وراجلي عايز يتزوج عليك برضه حترضي ولا لا؟ والله من ناحية حارضى لأنه ده الشرع وكده، ومن ناحية حازعل يعني ليه يتزوج فيني، يعني أنا عملت شنو؟ ويمكن برضه أكون غلطانة ومقصرة، لكن برضه يعني فبرضه ما برضى لنفسي مهما يحصل يعني. أيوه كل الاحوال انت ما حترضي انك تتزوجي راجل المراه عشان انت لسه ما اتزوجتي. طيب اذا في واحده متزوجه وانفصلت اكيد بترضي انك تتزوجي راجل المراه بعد كده؟ والله لو انفصلت منه فانا ما عارفه، يمكن يكون هو الغلطان وانا اتزوج واجي انفصل منه وبعدين تحصل لي مشاكل وما اقدر اتزوج ثاني. ومن ناحيه ممكن اوافق يعني اذا هو كويس يعني. تمام شكرا لك. يا تسلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. عرفينا على نفسك. منو؟ إيمان الصادق. بقرا في سنة أولى سمستر الثاني مانجمنت. طيب يا إيمان، إحنا على قناة زي سودان، قناة على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ أوكي تمام. بتقبلي إنك تتزوجي راجل مرة؟ والله ممكن أقبل في حالة ممكن ما أقبل في حالة. بالعموم بتقبلي ليه؟ ما بتقبلي ليه؟ كله يعني لو زول كويس وكده مثلا أنا ممكن أقبل، اما لو زول مثلا حسيت انه مثلا ما كده يعني ما حقبل. تقولي والله هو اول ما يتزوج مره ثانيه معناته راجل بيحب يعدد الزوجات وكده وتخافي من الحته دي ولا عادي؟ لا لا, لا لا ممكن ما اقول كده، لكن بس يعني على حسب انت ممكن اوافق فيها حاله وممكن لا. بس اذا هو بقى محترم ومؤدب وماشي تمام انت ممكن تفتكري انه طيب عايز يتزوج ثاني ليه؟ مدام هو زول كويس يعني. اي واحده فينا بتحب الراجل الكويس المحترم الماشي يعني. ممكن هو نفسه مثلا مره واحده مثلا شايفه انه ما كفايه، او يمكن مرته الاولى يعني مقصره مثلا في حقه او كده. لكن مرات بيقولوا غالبا الحاجه ما بترجع للمره، بتكون فيه هزاته يعني انه ما ضروري مرته تكون مثلا كعبه او ما مهتمه بروحها او كده حتى هو يعرس. يمكن هو من جواه انه هو عاوز يعرس لانه اصلا كده يعني رغبته انه يعرس. شكرا لك. عفوا. لسه متواصلين معاكم عبر قناة زي سودان على اليوتيوب. اهلا ومرحبا بك. مرحبا بك. ماما الحمد لله. عرفينا على نفسك. شوشاد محمد. شهد؟ شوشاد. شوشان اهلا بك يا شوشان، كيفك؟ كويسة؟ تمام الحمد لله. شوشان انت الليلة على قناة زي سودان على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ اوكي تمام. تقبلي انك تتزوجي راجل مرة؟ لا لا ما بقبل اكيد. ليه؟ لأنه هو عنده حياة تانية، مستحيل أنا أتدخل في حياة واحدة تانية أو أخربها لها بسبب إنه أنا أكون الزوجة التانية. عادي، ما في التعدد ده مذكور في القرآن مثلا والثلاث والرباع. فعلا هو مسموح، لكن أنا بشوف إنه كأنه أنا خربت حياة واحدة تانية بإنه اتدخلت في حياتها وكده. مثلا العيال بعدين حيتحرموا من أبوه، حاجة زي دي. أنت بتعاني للطرف الثاني اللي هو الزوجة الأولى عشان كده، وبتخطي نفسك في محلاتها إنك الحاجة دي لنفسك ما بترضيها. فعشان كده انت ما حترضي تعمل الحاجه دي لشخص تاني يعني. ايوه كده. تمام شكرا لك يا شوشان. تسلمي. لسه متواصلين معاكم عبر قناه زي سودان على اليوتيوب. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. والله كيف انت؟ تعرفين على نفسك؟ اسمي رميساء عثمان. منو؟ رميساء عثمان. اهلين يا رميساء. رميساء انت ليلى على قناه زي سودان على اليوتيوب، عندنا سؤال واحد خفيف طريف تجاوبين عليه. تمام؟ اوكي تمام. بتقبل انك تتزوجي راجل مرة؟ والله اذا اضطرت يعني.
خليك تضطري شنو؟ احتمال اكون يعني نص حياة يعني ما القى شريك حياة. خليك تضطري شنو؟ يعني احتمال يعني اكون في مرحلة متأخرة من الزواج. يعني تكوني كبيرتي عانس يعني بعد تعنسي بعد ذاك ممكن تفتشي في رأيك للمرأة. لكن انت شابة كده وصغيرونة واذا جاي زوج لك بتقولي لا. لا ما حقول لا طبعا لانه هي حاجة شرعية يعني اذا انت كبيرة او انت صغيرة اذا جاكي رأي المرأة انت بتوافقي بيه. ممكن ناسي ممكن نتزوج لك عندنا زوج هنا رأي المرأة ويفتش في عروس. انت بتقبلي؟ اي حقبل. تمام شكرا لك. لانه هو معروف ذاته اكون الاولى وبعدين يجي واحده ثانيه في حد في لانه دي حاجه لا بد منها يعني. تمام شكرا لك.